هل لمن كان رأسا في البدعة أن يعلن توبته ثم يستمر في تدريسه لأهل السنة، أم عليه أن يجلس على العلماء؟ لا بد أن يتوب عن البدعة ويتركها ويعرف عنه ذلك ويكون عالما يستفاد منه، وبعد توبته وإعلان توبته يطلبون العلم عليه، أما قبل أن يتوب من البدعة فلا يجوز طلب العلم عليه. نعم.